الحمد لله. هاخدك لهوت شوكليت، وده من افلامك ايضا. واضح انك انت دايما حريص على فكره الدراما الاجتماعيه والمواضيع جدا جدا. الاجتماعيه. هوت شوكليت بقى كان بيتكلم عن ايه؟ دايما عندي السؤال، بيقولوا لي احلى فيلم عندك يا هو، بس انا مش يعني ما اقدر اقول انه هو هذا احلى فيلم عندي، جميل. بس اقول هذا اعز فيلم عندي، يعني ليه؟ عزيز علي ليه؟ جدا جدا جدا. ما اعرف يعني دخلت بالدراما ديب قوي، المشاكل بين يعني عائلتين عراقيه بيطلعون الى اوروبا، هنا المراه مظلومه، هنا الرجل مظلوم. جميل. فحبيت اعمل توازن، يجون الى مجتمع برضه واخده في قالب كوميدي ولا لا؟ لا هذا حقيقيه. فحبيت اعمل توازن بين هذا الموضوع. القوانين تتغير عليهم كليا، حياتهم تتغير. المراه اللي كانت مغلوب على امرها جدا لازم تاخذ قرار، يعني انتهى الموضوع، لان القوانين عندنا مع المراه اكثر. طبعا زوجها كان يضربها او يعني يعاملها معاملة غير جيدة، وعندنا رجل المرأة كانت أقوى منه لأنه من أهلها من الحكومة، فما كان عنده يعني شخصية قوية، فأيضا كان مغلوب على أمره. جوي إلى مجتمع مش موجود فيه هذه الأشياء، القانون هو اللي يحكم بينه، فهو اخذ قرار انه يقول لا انا بعد ما اقدر اعيش هيك عيشه، وهي اخذت قرار انه انا افضل اعيش. وذولي يتقابلون يعني ذولي صدفه، الحب اللي بيناتهم هو اللي يخليهم ياخذون هذا القرار، لانه هو الحب يقوي البني ادم طبعا، يخليه يتخذ القرار الملائم، ياخذون قرار يعيشون حياه احلى ما يمكن. والخسرانين هم اللي كانوا يعني يظلمون الطرف الثاني. طيب عجبتك؟ عجبتني طبعا. بس انا هاخدك لجزئيه كمان اللي هو يمكن عشان انت مهاجر ومقيم بره العراق، يمكن كل افلامك بتميل لفكره الحنين للقضايا الاجتماعيه العراقيه. جدا جدا يعني احنا عايشين في غربه، واحنا اصلا عندنا عاطفه قويه جدا، فالحنين موجود دائما عندنا. مش منفصل يعني عن المجتمع العراقي وقضاياه؟ ابدا ابدا ابدا. يعني قبل سنه كنت في بغداد، كرموني في مهرجان بغداد السينمائي، واني اشكر القائمين على هذا المهرجان. طيب لكن الفنان او المخرج العراقي فعلا بيعاني. صح، الجميع اكيد يعرف العراق مر بازمات كثيره، حروب، حرب بعد حرب بعد حرب، ازمه بعد ازمه، حصار طويل جدا. اكيد المواطن يعني الى متى؟ الى متى هذا التعسف اللي يعاني به؟ هذا في حاله المواطن عادي، سواء كان فنان. تخيلي الفنان يحتاج الى جو، يحتاج الى تمويل، يحتاج الى سند، فهذا ما موجود. بس انا يعني في رايي المواطن قوي جدا، واني عندي امل في بكره جدا جدا. جميل. انت جاي تحضر المهرجان وتشارك وتشوف؟ انا كنت موجود في المهرجان. انا جيت عشان مهرجان اوسكار ايجيبت. جميل. الحمد لله عندي فيلم اسمه باك تو فيكتوريا. الحقيقه انا عايز اكلمك عن باك تو فيكتوريا، فهو اخذت عليه افضل فيلم في المهرجان. جميل. فانا سعيد جدا في هذا اوسكار ايجيبت. جميل. طيب الفيلم كان بيمثل لك ايه، وايه الرساله اللي كنت عايز تقولها في الفيلم؟ هو المسلمين في اوروبا اصبحت يعني الاسلام اصبح سمعه غير جيده، وهذا اثر علينا احنا كمسلمين. فاني يعني واجبي كمخرج وكمسلم وككاتب لازم اناقش هذا الموضوع. يعني بعد احداث في فرنسا وبعد احداث بلجيكا، المانيا، انجلترا قبل 10 سنين، يعني اصبحوا يخافون من اي مسلم موجود.
فأنا قلت لا، لازم أثبت أنه الإسلام هو سلام، طبعاً هو دين عدل، طبعاً هو دين بعيد عن الإرهاب جداً. والحقيقة أن بعد 11 سبتمبر الصورة بقت مختلفة، بقى في فوبيا على الإسلام. فأنا كتبت هذا الفيلم حتى أثبت أنه أحنا مش إرهابيين. الفيلم عجب البريطانيين جداً، وفي شركة بريطانية هي كانت مسؤولة عن داعمة للفيلم، هي اللي كانت يعني تخيلي فيلم عن الإسلام، أبطال مسلمين وإنجليز يعني اثنين ميكس، يحكي عن مجتمع أو دين إسلامي اللي تموله بريطانيا. فتخيلي يعني الاهتمام كان في اكيد المثقفين البريطانيين يعني فاهمين ومستوعبين الوضع. طيب 20 مهرجان الحمد 20 مهرجان انجلترا قبلته، هوليوود مهرجانين، المانيا، البرتغال، اسبانيا، يعني الحمد يعني قدرت تشارك بيه في كذا مهرجان. لكن كان الكارت الرابح عندنا في القاهره. يعني هذا الكارت، هذا طبعا القاهره هي بالنسبه لي اهم شيء، هوليود الشرق، وهي الشرق منها يعني بيتعرف كل الفنانين العرب، لازم الكل يعني نعترف بها، يعني الفنان لازم يدخل القاهره علشان يشوف الفنانين، علشان يشوف القاهره يا مرحله واصله من طيب انت مش بس بتخرج، كمان بتمنتج الافلام بتاعتك وتصوير كمان وكتاب، واحيانا كتابه لا كله كتاب. طب جميل، التركيبه دي كلها ما بتعطلكش، ما بتخليكش تقلق على الفيلم اكتر، ولا ده بيساعدك في انتاج الفيلم؟ بالعكس، لانه الفكره عندي موجوده والخيال كله عندي. أحلى شيء من تشوفين خيالك يترجم صورة صورة على شاشة كبيرة جدا طبعا، والناس مهتمة في هذا الموضوع، فالإحساس ما أقدر أوصفه. فيلم عراقي كملته، ده بقى روائي طويل، روائي أول روائي طويل لي، عراقي إنجليزي يعني ميكس، فهذا بس هذا ما احكي عليه هسه. المهم انك تعمله، انا سعيده. ودا اكتب فيلم مصري. جميل، انا سعيده بوجودك معانا، منورنا في القاهره، ان شاء الله مزيد من التوفيق، وان شاء الله تكون معانا مره اخرى بس تكون عملت دراما مصريه او حصل تعاون مصري عراقي مره اخرى. شكرا ليك الاستاذ جعفر مراد، المخرج السينمائي العالمي، شكرا لحضرتك على وجودك معانا. اهلا بك. مشاهدينا